في حالة من الفوضى والخزعبلات اللي بتتباع تحت اسم الاختراع الطبي المذهل، ولقينا برضو ان الثقافة الطبية عند الناس تكاد تكون منعدمة. ده اللي خلى الحالة الصحية لمجتمعنا توصل للي احنا فيه دلوقتي، وعلشان الأمانة العلمية اللي حملناها كان لازم يكون لنا وقفة، وقفة احتجاجية ضد الجهل، وقفة طبية اسمها الدكتور. بيطلع لي صبار حوالين بقي. بنتي عندها 7 و8 شهور. انا عايز اقول لكم اصبحت كابوس مفزع. عندي مشكله الدوالي. بدون ما نروح لدكتور وبدون ما نخش تالي علاج بالليزر، علاج تجميل. باي باي، this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. She's looking at you. اهلا بكم. مفيش ست تقدر تستغنى عن التجميل، مفيش ست تقدر تستغنى عن انها تحافظ دائما على كيانها وشها جسمها ضد عوامل خطيره جدا اسمها عوامل الزمن، عوامل ما بترحمش. هكلمكم دلوقتي عن اسم مشهور جدا، اسم يعني شد قوي عيون الناس على مستوى العالم، وتناقلت اخبارها وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الأخبار العالمية، كل الناس مهتمية بزوجة ترامب، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الجديد. ميلانيا ترامب هي الست الجميلة اللي شدت، والشعوب كلها أو البوبوليشن عموما عنده دايما الست الجميلة بتشده. يعني الكلام ده موجود من زمان، أميرة ديانا لو فاكرين، برضو بعض المشاهير الجمال، وخصوصا الجمال الهادئ، الجمال المنمق، الجمال المعمول صح. خلي بالكوا انه هي لم تحصل على هذا الجمال كده، يعني اجتهدت. ميلانيا ترامب على فكرة عاملة المعلن 4 عمليات تجميل، ده المعلن. غير المعلن اكيد كتير، لكن المعلن 4. هي 46 سنة، اول عملية تجميل خضعت لها بالفعل هي عمليات البوتوكس. البوتوكس طبعا ده شكلها قبل وشكلها بعد. قبل طبعا جميله وفاتنه وبنت، بس بنت صغيره. شوف بقى بعد، طبعا هنا باين جدا عمليه واضحه قوي بعد البوتوكس. الانف في الاول ما كانتش حلوه قوي، الانف كانت فيها عيوب ودفوهات وكبيره واكبر من حجمها. والحقيقه هي خضعت لواحده من اهم عمليات التجميل، هي عمليه الانف ذات المليمترات، وهي مشيت على نفس الطريق اللي مشي عليه ليدي جاجا، ميج رايان، ريهانا، كل دول عملوا عمليات تجميل أنف غير شكلهم إلى حد كبير. أيضا العملية الثالثة عملية تكبير الثدي، من العمليات اللي فرقت في تكوينها جدا. هي ما كانتش عندها ثدي يبدو متناسب مع الأنوثة التي تريد أن تظهر عليها. شوف الفرق بين امرأة تمتلك شكل أنثوي وامرأة تمتلك شكل طفولي. أيضا تكميل الشفاه من الحاجات، رغم ان هي تبدو، بس شوف خلي بالك ان الشفايف السفلى منها زمان والعليا ما كانتش متناسبه بشكل كويس، وخصوصا العليا كانت تقريبا مش موجوده، دلوقتي بقت الى حد ما اتراكتيف وسو سيكسي، انوثه طاغيه بلا شك، وعامل مهم اعتقد من عوامل نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الامريكيه الاخيره وجود ميلانيا ترامب جنبه، اعتقد ذلك. خلينا نروح لعالم التجميل، عالم التجميل بإثارته وتشويقه ومتعته الخاصة جدا، بس في الوطن العربي احنا نعمل احسن من كده؟ نعمل احسن من كده. انا عارف وضيف العزيز، انا شفت حالات معمولة افضل من اللي احنا شفناه دلوقتي حالا، مع القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير سوبر ستار في عالم جراحات التجميل الاستاذ دكتور حاتم الصحار. في دهون ما تحت الجلد، والجلد نفسه في دهون.
الخليط في ميزه ان انا بشفط كميه دهون كبيره جدا. انا بشفط 30 لتر ومن فتحه واحده الجسم كله. مفيش حاجه اسمها اشفط الجسم كله. كلمه عمليه لا تقام في العياده. العمليه بسهوله جدا، احنا نحافظ على الصدر بدون اي جهد، بتروح نفس اليوم. حقن الدهون ده اختراع بيصغر 15 ل 20 سنه. الاستاذ الدكتور حاتم الصحار، استاذ واستشاري جراحات التجميل بكليه الطب جامعه القاهره، زميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه للتجميل والحروق، عضو الجمعيه المصريه لجراحات التجميل. ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة سوبر ستار جراحات التجميل الأستاذ دكتور حاتم الصحار، أهلا بك يا دكتور حاتم. أهلا بك يا دكتور. وحشني والله. أنا عايز أقول لك صورة قبل ما ندخل في النحت الديناميكي النهاردة، موضوعنا ميلانيا ترامب، إيه اللي عجبك وإيه اللي ما عجبكش؟ أنت قلت لي قامت مش معمولة حلوة. مش معمولة خالص حلوة. يعني في مش عجبك. باين فيها قوي. يمكن عشان أنا بشتغل فباخد بالي. من فوق المخيخة عريضة، مش بص حضرتك تحت تحت العين ب 2 سنتي. في حته عريضه في المناخير، المفروض الخطين دول بتوع العظم يبقوا يعني خط مستقيم. في حتتين عراض. عراض قوي. وناحيه الشمال بتاعتنا اللي هي اليمين بتاعتها عامله همب على الناحيه بتاع، فهي ابتدى يعني فيها عاوزه ريدو. صح، الحته يعني طبعا باين قوي عند بعد العين على طول. في زي ما تقول كده حتى الخط ده اللي واصل من الانف مش جيد. برضه اصحاب المهنه بس هي عامله كل الحاجات التانيه كويسه. البوتوكس حلو طبعا. عندها فور هيد كبير وعامله فلافل شفايف انت اوكي، والتجميل السعدي ده مفيش منه مشاكل كويس. طيب حلو قوي. لكن النحت الديناميكي ليه بقى زي ما بيقولوا الاهتمام بالجسم دلوقتي وبشفط الدهون وبالتعامل مع النحت بقى من اساسيات مش مرفوعه؟ هو في كونسبت اتغير تماما مع الشفط، او ايه بقى من شفط بالليزر وشفط بالفيزر وشد البطن والكلام ده كله، كل ده كان على جنب خالص. بقى في حاجه اسمها دايناميك بادي سكالبتشر، تتضمن ايه؟ يا فوق الناس فاكرها ان هو البطن والدراعات، لا بالوجه. يعني ايه بقى؟ انا كنت زمان لما تيجي العيادة تقول انا الحته دي تعباني عاوز اشفطها، الحته دي مضايقاني عاوز اكبر صدري، عاوز، لا ببقاش النظره كده. النظره العيان بتشاف من فوق لتحت. بنشوف الابعاد العظم بتاعتها عامله ازاي، ده رقم واحد، وان يكون اجزاء الجسم متناسقه مع بعضها. زائد بقى الحركه الديناميكيه للعضلات. يعني ايه الحركه الديناميكيه للعضلات؟ ما بقتش الحكايه ان انا اشفط دهون وبس، بقيت انا المفروض احط في اعتباري الحركه بتاعت العضلات. انت الدهون دي تحتيها عضلات، عضلات ليها حركه. طيب الحركه دي لازم اظهرها، يعني ست بقى في خطين في ستات لازم يبانوا في البطن من الجنبين دول. حرف الفي عند الراجل من تحت. منشا المؤخره الجنبين، الجنكشن بتوين المؤخره وبدايه الفخذ. الصدر مقاسه كام من البطن؟ كل ده اسمه دايناميك، بحيث ان هي في وضع الحركه يبقى شكلها انسيابي. فهو ده بيسموه الدايناميك بادي سكابتشر. مش مجرد اشوف واحده خست ده اسمه ستاتيك، انت خسيت خلاص. طب ده حاجه، انما انت في حركتك شكلك ازاي؟ هل اجزائك متناسقه مع بعضها ولا مش متناسقه مع بعضها؟ هل الكلام ده ماشي مع الحركه بتاعت العضلات بتاعتك ولا لا؟ ده اسمه الدايناميك بادي سكابتشر. ده كان في الاول بيتكلم على البطن والرجلين والارداف والافخاذ والمؤخره، ضم بقى حواليه الصدر، الدراعات، الرقبه، الوجه، حتى في دلوقتي اسمه نحت الوجه، نحت عظم الوجه. كل ده بيتعمل بحيث ان الشكل بتاع البني ادم سواء رجل او امراه يتناسب مع تكوينه العظمي، يتناسب مع مقاييس الجمال في وضع الحركه ووضع السكون. هي دي الفكره دي اللي كانوا بيطلقوا عليها زمان، ابتدوا بيه يقول لك 4D. هي مش حاجه 4D، هو مفيش بني ادم 4D، هم احنا 3D، احنا عمق وطول وعرض، بس زود عليها بقى البعد الرابع هو بعد الحركة. انت شكلك وانت بتحرك عامل ازاي؟ البنش بتاعك مرسوم صح؟ العضلة بتاعتك مرسومة صح؟ العضلة بتظهر وقت ما تشد العضلة؟ لما تعمل حركة معينة جلدك بياخد شكل العضلة دي ولا لا؟ الابس اللي هي الابدومينال ماسل، طيب الهانش المؤخرة مظبوطة؟ واخدة الوضع؟ طب انت لو ست
الحوض بتاعها عريض. ده اللي بنسميه كيم كارديشن ستايل، اللي لازم الهانش يبقى عريض واخد الكيرف البومبين من العرض واخد كيرف بسيط من ورا. ده جزء. طب لو العظم ضيق، طيب العظم الحوض ضيق، انت المفروض يبقى ليكي شكل معين تاني في الهانش. فده اللي اسمه دايناميك بادي سكالتشر. فبقى لما نكشف على العيان مش يجي العيان يقول لي بطني مضايقاني، لا وريني جسمك كله على بعضك. لان بقت خلاص العمليه مش هيتعمل الا لما اللي انا هعمله ده يتناسق مع بقيه الجسم، او هضطر اعمل حاجات تانيه في الجسم عشان يظبط الجسم كله على بعضه. وساعات اخد من مناطق واحطها في مناطق ايه تانيه. سواء الكلام ده بيتعمل على مرحله واحده على مرحلتين، هو ده اللي اسمه النحت الديناميكي للايه للجسم. فبقى الموضوع بقى مش مجرد ان اجي اعمل تعالى اعمل لي بطني، تعالى اعمل لي صدري، تعالى اعمل لي ظهري، تعالى اعمل لي، لا 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 خالص، الموضوع ده اختفى تماما. بقى الموضوع هو نحت جسم انثوي او ذكوري بشكل يتناسب مع العظم، مع مقاييس الجمال، مع الحركه العضلات. هي نفس الوضع، انا مش بشوف جسم، يعني مثلا الست اللي قدامنا دي هي مش مجرد ان بطنها كبيره، لا انت عندك بطنها كبيره ومفيش مؤخره انثويه ليها سواء من الجناب او من رفعه الهنش. فانت وبرضه نفس الحكايه بشوف بقى وضع الوسط عامل ازاي. فانت دلوقتي عندك كذا مشكله، مش مجرد تعمل بطنها يبقى كده استفادت، لا خلاص بقى الموضوع بقاش هو كده، لا انا هعمل بطنها وفي دهون اخدها من بطنها هضطر احطها في اماكن اخرى عشان ادي الوضع الانسيابي للجسم كله. هذا الطريقه سواء الشكل الانثوي الشكل الانسيابي والانثوي بنفس الوقت. الكلام ده بقى هعمله ازاي؟ دي الطريقه. يعني مثلا بس دي انا هعملها شط، انا كده انا حط الوسط وانا حط البطن، بس انا عندي مشكله الاغداف كانت لسه موجوده، ابتديت اشفط الظهر عشان اعمل منشا الهانش يعني، وخدت حبه دهون، فكده زودت الهانش مرتين، فكده غيرت من شكل ذكوري لواحده انثى لشكل انثوي الحقيقي المفروض تبقى شكلها عليه. بس ده يتعمل ازاي بقى؟ شفط شد، شفط وشد، شفط ليزر، شفط فيزر، شفط عادي عشان اخد الدهون، شد مؤخره، رفع مؤخره، شفط حتت معينه تحت في الفخذ عشان ابين المؤخره، كل ده اسمه الشفط او النحت الديناميكي للايه؟ للجسم. بيتعمل ازاي؟ هي دي الطريقه. ده الرؤيه العموميه لكلمه عدم تناسق. بس في حاجتين دلوقتي الملاحظ انه الاجساد كثرت فيه الترهلات، بقت الترهلات كتيره، ده رقم واحد. اوكي. رقم اتنين كمان بقى في اجسام مش متناسقه خالص كتير، يعني تلاقي ولد جسمه مش متناسق خالص، بنت جسمها مش متناسق خالص. المشكله انه اللبس كله بقى دلوقتي سليم فيت دي الموضه دلوقتي، الموضه مش الموضه من زمان وهتفضل على فكره. مش هنرجع تاني على فكره، مش هنرجع للبس الواسع بتاع الثمانينات. لا خلاص، يعني انت فاكر الثمانينات اللي هو الثمانينات ماكب تحت ده؟ لا كان ده سبعينات. ده سبعينات. طب في بعدين الثمانينات بقى اللي هي البنطلونات ام الكسر الواسعه قوي، الاغاني بتاعت الفيديو كليبات الاولانيه. ايوه اللي هي الفضايع بتاعت الفيديو كليبات الاولانيه دي، لما بحب دلوقتي لما تلاقي مغني بيشتم في مغنيه او مغنيه بتشتم في بتجيب له سولو القديم. ما هي القديم ده كان كله احنا كنا بنلبس حاجات غريبه اللي هي ايوه القصه من قدام وقميص فيستوز. لبست قميص فيستوز؟ ما لبستوش. فيستوز؟ لا ما لبستوش. واسع قوي ده فيستوز، وتمشي تلاقي الهواء جه في القميص من ورا، يعني عشان يداري بقى. ما انت كنت صح صح الواسع ده واللي هو بيطيخ ولازم يطلع بره البنطلون قوي. ايوه والاصل الكلام ده مش هيرجع تاني. لا مش هيرجع تاني. المشكله بقى في اللي بتقول عليه ده ان هو هيبين دفوعات. هيبين دفوعات الترهلات. زي ما قلنا، بس انا عاوز ابين ان النحت مش مجرد شفط. الناس بتقولي انحتني بالشفط. طيب افرض ما ينفعكيش شفط، النحت هو ده المسمى الكبير. اعمله ازاي بقى؟ هي دي الطريقه، واعمله على مرحله واحده ولا مرحلتين عشان تبقى عارفه هتعمل ايه. الترهلات حلها شد، مفيش ترهلات حلها شفط. بالبلدي كده الاستك اللي خلاص اللي مط لازم يتأثر عشان يحافظ على الاليستيسيتي ايه بتاعته. لو شفطت الحاجه اللي تحتيه هيمط اكتر. يبقى اذا انا بشد. الشد دلوقتي بقى بيصاحب كمان معاه شفط. مثلا واحده ست مخلفه كذا مره، او واحده فقدت وزن كتير، اوكي، فبقى الحته اللي تحت الصوره مترهله بتوصل للركب ساعات. بقى المنظر ده متقيل وشكلها وحش ومش عارف ايه ومش عارفه تلبس والكلام ده كله. طيب كان زمان الزمان بيتعمل الاتي.
يتعمل يشيل الحته اللي ايه اللي تحت بس. جانا بعد شويه قال لك شد البطن لازم معاه شفط فوق عشان انزل الحته اللي فوق كمان. بقينا الجديد بقى مش كده. الجديد انا بشد البطن وبشد العضلات وبشفط الدهون اللي موجوده عشان ارفع الجلد ياخد شكل العضلات اللي انا جاسمها. والدهون دي اشوف البطن بالعلاقه لبقيه الجسم، اخدها احطها في اماكن ايه تانية عشان الشكل الاخير يبقى شكل انسياب. يعني هو انا شال شد العضلات السكية عشان يعرف يعمل الوسط ويظبط الوسط، هيشيل الجلد زياده وبعدين يقص الجلد كويس. وبعدين كانت العمليه زي ما طبعا كده لا خلاص بقى، طب انا بقيت الجسم شكله ازاي؟ هل الجناب كويسه؟ هل المؤخره كويسه؟ هل الدهون اللي انا خدتها من شفط الحته اللي فوق دي ما ينفعش تحقن حتى في الوش؟ ما فيش حاجه اسمها اعمل حاجه لوحدها خلاص، بقيت اظبط كذا منطقه في نفس الايه الوقت، اللي هو اخد من هنا احط هنا. اخده ازاي او احطه ازاي؟ دي بقى في كذا طريقه، ليزر وفيزر مش عارف ايه والكلام ده كله. انا مش بتكلم، ده بتكلم على الكونسبت، ان بقى مش الموضوع مجرد ان اصلح بطني ولا اصلح دراعي ولا الكلام ده كله، لا اصلح دراعي مقاسه دلوقتي لازم يتناسب مع مقاس عرض الصدر، يعني الصدر قفص الصدر وعرض والثدي. وفع رجلين بالجناب بالمؤخره لازم يبقى حاجه اسمها في تيك اوف للمؤخره، البدايه اللي هي من ظهر المؤخره اللي هي اللي بتنزل، وفي حاجه اسمها اللاندنج، اللاندنج بتاع المؤخره اللي هي العلاقه بين المؤخره والفخذ. كتير قوي من الناس ما عندهمش الخط اللي بين المؤخره والتحت، بيبقى حته نازله على بعضها كده، ما تفهمش فين اللي بادي وفين اللي ناهي ومين اللي جاي ومين اللي رايح ولا في اي حاجه. فانت بقيت ترسم الحتت دي خط خط. كتير قوي من الستات او البنات ما بيعرفوش يلبسوا بنطلونات بسبب الموضوع ده. الجناب تقول لي انا عندي جنابه عاليه، لا هو المفروض في جناب، بس جناب بمقاسات معينه، بكيرب معين، بزاويه معينه، عشان تعرف ترسم تنحت الجسم نحته صح. الكلام ده هيتعمل ازاي بقى؟ ده طرق كتير. اغلبيهم بيبقوا شفط، اغلبيتهم يعني 90% من الناس بيبقوا شفط. 10% في الناس اللي بيبقى فيها مترهلات بنضطر نعمل معاهم عمليه ليفتنج. الليفتنج ده سواء بقى بالجراحه سواء بوسيله اخرى، مش هي دي الايه؟ القضيه. لان ساعات الليفتنج بتعمل بحقن الدهون. يعني عندها الهانش واقع، يعني مثلا دي او بنات مش عارفين الموضوع ده، البنت اللي بتعمل عمليه تكميم معده وخست مليون كيلو في 6 شهور، وعلى فكره دي معادلات ناجحه جدا وانا شايفها دي انقذ ناس كتير. تيجي لي بقى خلاص هي خست، بس في مشكله بقى الجلد اللي وقع ده وفي مناطق حساسه في جسمها قلت، اللي هي الكيرف بتاعها سواء الثدي سواء المؤخره. طيب بصي يا بنتي الموضوع مش موضوع، قالت لي اصل انا خايفه من الترهلات. قالت لي طيب ماشي وريني بطني كده، طبعا مترهلات كتير هنشيل الترهلات، بس في مشكله تانية، الهانش عندك خلاص ما فيش هانش بسبب الخسسان كميه ايه كبيره، ده لازم ارسم الهانش من اوله وجديد تاني. فانا هاخد الدهون اللي فاضله في بطنك من بعد العمليه ده وحنها لك فين؟ في الهانش. فبقى حاجه اسمها نحت كامل للجسم، دايناميك دايناميك، اشوف حركتها عامله ازاي، انسيابيه بتاعت جسمها ماشيه ازاي، مش مجرد اصلح المنطقه يبقى 3 دي شكلها كويس اه، طب وبقيه المناطق؟ يبقى اذا الدايناميك هو ان انا اشوف الشكل الجسم ان ريليشن لبقيه الجسم وان ريليشن لحركه العضلات اللي عندك. هل النحت الديناميكي فقط للجسم بس ولا من كلامك كده ثدي داخل معانا في الموضوع؟ الوجه داخل الثدي والوش. اه ايه بقى؟ بص الثدي دلوقتي حتى بيقول لك ايه؟ نمسك برضه نفس البنت اللي فقدت وزن كتير صدرها وقع اوكي مع نفس الوقت، طيب هتعمل مين قبل مين ولا تعمل ايه الاول ولا تعمل صدرها ولا تعمل بطنها ولا دي عمليه ودي عمليه؟ بقى في حتى حاجه اسمها ترتيب، ما ينفعش تعمل لو واحده خاسه كميه كبيره ما ينفعش تعمل الصدر قبل البطن. لازم البطن الاول وبعدين الصدر لسببين، البطن هو ده الجذع اللي هيظبط الجسم كله، ده رقم واحد. رقم اتنين انت مجرد ما تشد البطن الصدر هيقع اكتر، انت مجرد دخل بطنك لجواها تلاقي صدرها وقع اكتر. اوكي ففي هذه الحاله انت هتظبط على شكل البطن الايه الجديد. كانوا زمان اعملي صدرك وبعدين بقى اعملي بطنك او اعملي اللي انت عاوزاه، طب ايه اللي مضايقك اكتر؟ لا بقى فيها ليها ايه ترتيب وليها مقاسات، غالبا يعني في حالات ساعات بنعمله في نفس الوقت بس ده مش كتير، انما غالبا بنعمل الجزء التحتاني وبعدين بنظبط عليه الجزء الفوقاني. اكتر من كده الستات اللي وزنهم اللي عندهم صدر كبير وعندهم بطن من الولاده متوهله، تيجي نقول لها ايه؟ تقول عايز اعمل بطني اصل بطني مضايقاني، يا ست ما عندوش مشكله خالص. تلاقي ست عملت بطنها وبقينا زي الفل، تبص بقى تلاقي عباره عن صدر
وخلاص، ست عباره عن سد وخلاص. فصدرها زاد شكله كضعفا بعد ما شالت بطنها، ان الموضوع مش موضوع ان نازل بطنها، موضوع في حاجه اسمها نسبه وتناسب. فالعيانه دي لازم تفهم لما تعمل بطنها ان انت لازم في وقت من الاوقات احتمال تحتاجي ايه؟ استدي. هقول لك الاغرب من كده، بنات كتير فيهم حبه دهون بسيطه قوي في بطنهم وصدرهم معقول، مش هقول لك كبير ولا ايه وصغير، كانوا زمان يقول لك تعالى نشفط لك بطنك، دلوقتي نقول لها في حل من الحلين، طب ما انا هعمل حاجه تانية بدل ما اشفط بطنك اكبر صدرك. فانت في الفكره كلها انت عاوز، هي محتاجه ايه فعلا، هي محتاجه ايه فعلا، وازاي تناس يعني، ما انت مجرد كبرت الصدر صغرت البطن. انت فاهم اللعبه دي، ما بقاش موجود نعمل حته معينه. هي لو فعلا عندها بطنها ما فيهاش مشكله، لو هو ساعات بيبقى البنت فيري سليم جدا وتقسيمتها حلوه، خلي بالك في حاجه اسمها تقسيمه حلوه، لو شفطت من بطنها كويس هضيع معالم الجمال الانوثه اللي فيها، هخليها مور فيرلايزد بالظبط كده، رجوليه اكتر اكتر. طيب مفيش بنت بتحب الاب ماسلز، هي تحب الخطين اللي من بره. على فكره عشان البنات بتقول لي انا عاوز الاب ماسلز، لا هي مش الاب ماسلز يا جماعه، الموضه المصري هم السكس، اللي هم سكس باكس. لا بنت عندها سكس باكس لا دي موضه، لا بس بقاش بنت بقى ده بيطلبوها كتير كويس، انما هم قصدهم حاجه تانية اللي هم الخطين اللي بره بتوع العضلات. ماشي دول اللي بكسب. ما انا بقيت افهم ده اللي ممكن تعمله. لا البنت عندها سكس باكس لا صعب، لا لا تقول لك انا عاوز سكس باكس صعب قوي سكس باكس. ده بقى الجديد ممكن اخليها، قالت لي في مثلا وهي واقفه يبان الخطين دول، وهي بتعمل حركه فيها جري يبان سكس باكس. ما هو ده اسمه دايناميك، انت بترفع الجلد في مناطق معينه وتقل وتزوده في مناطق معينه عشان يدي الحركه الديناميكيه للعضلات. فيجي جسمها حلو وصدرها ما هو لسه يعتبر في الحجم الصغير، طب الحل ايه يا بنتي؟ طب انت ما عندكيش دهون تتشفط، ولو شفطت دهون هيشك. طب انا اصل بطني مضايقاني ومش عارف البس سبس ومش حاسس ان انا كيرفي. طب خلاص سيبك بقى بطنك خالص، احنا نكبر صدرك. لو كبرت صدرك بطنك هيبقى واخده الشكل الانثوي وهتبان ان هي ايه؟ اصغر. الامور بتظهر بالتضاد، انت عارف الابيض بيبان جنبه الاسود والاسود جنبه الابيض، فالموضوع بقى نسبه وتناسب ملوش علاقه. طيب السن هنا يعني انت عارف، ولان السؤال ده يعني على فكره مش واقعي قوي، لان انا بشوف حالات كتير قوي سنها كبير وبتروح تعمل كل حاجه في التجميل. اوكي مفيش، بالعكس يعني بيبقوا اكثر حرصا من البنات الصغيرين. لكن هو سؤال على السن الصغير على فكره، يعني هل بنت صغير في السن ممكن تعمل طالما محتاجه؟ ما تعمل. بص انا عملت لحد سن 17 كويس، عند على فكره ده سن كويس قوي يعني ما متوقعتش في مصر هعمل لحد 17. المفروض انا رايح مؤتمر في امريكا شهر 4، فهم كانوا عندهم اعتقاد ان احنا مش شغالين تجميل كويس ومش عارف يعني ما عندناش الكونسبت ان احنا نشتغل او نشتغل سن صغير، او الكونسبت بتاع التجميل مش موجود قوي في مصر زي موجود ايه بقى. هم فوجئوا لما كنت بعرض يعني هعرض البرزنتيشن بديه طبعا المؤتمر قبليه ان في حالات 17 و16 سنه موجودين وفي 18، قال لي انتوا عندكم بتعملوا الكلام ده؟ قالوا بنعمل الكلام ده واحنا احسن منكم كمان يعني. انتوا جايين تتكلموا في ايه؟ ما احنا بنصدر للعالم، احنا حتى لما بنيجي نصدر للعالم فكره عن مصر بنصدر لهم حاجتين مع احترامي يعني، بنصدر لهم الاهرامات وابو الهول والصحراء اللي جنبهم، فالناس بره والجمل اللي جنب ابو الهول والجمل فالناس في دماغها ان دي مصر يعني. ما هي بتشوف على فكره والله العظيم والله العظيم بكلمك والله العظيم احنا يعني مع احترامي الشديد وحبي مليون مره يعني مع احترامي الشديد وحبي الشديد للاهرامات وابو الهول، لكن مصر مش الاهرامات وابو الهول للاب بس. انا اقول حاجه، انا عندي تجربه شخصيه بس في ناس تزعل من الكلام ده كتير، بس ده الواقع. احنا احسن كتير، احنا عندنا تكنولوجيا بس احنا بنكلم نفسنا. يا باشا احنا بص، ما احنا الناس بره متخيلين ان في صحراء وفي رمله وابو الهول واحنا عايشين جنب ابو الهول والاهرامات، ان انا عندي خيمه جنب الاهرام وابو الهول، ما يعرفوش ان في شارع الهرم وشارع فيصل وشيخ زايد، وما يعرفوش ان في تكنولوجيا، ما يعرفوش ان في فنادق عامله ازاي، ما يعرفوش. على فكره عندنا احسن من عندهم. ما انا عارف والله العظيم احسن من عندهم. واحنا ارخص منهم، والطب عندنا كدكاتره كبيرسونال احسن منهم مليون مره. وانا ارخص كتير ارخص، لا ارخص كتير على فكره. الامريكان ما بيعملوش في امريكا، بيعملوها بره في البرازيل. بيروحوا في البرازيل. وعلى فكره الجديد بقى ان فرنسا والكلام ده كله بيعملوه في تونس والمغرب دلوقتي. والله طب قبل ما امشي بقى بمناسبه ان احنا طب من جوانا احنا بقى جوانا في بعضينا
تلاقي واحدة عملت أنف أو عملت شفط دهون وبتاع وقاعدة مع صحابها اكتشفوا إنها عملت ده بعد ما يعني لا تقول لك أنا عملت في بيروت. هو بيروت بص على حاجة أو دبي. لا دبي ده موضوع تاني يعني سيبك من دبي قطها على جنب. قلت على جنب. بص هو عشان البنات قطها على جنب إيجابي ولا جنب سلبي؟ لا أصل ده موضوع تاني موضوع تاني خالص. بس دبي بس ايجابي ولا سلبي في الطب؟ لا هي دبي حاجه تانية خالص. دبي اتس سنغافور اوف ميدل ايست. هي مش مركز عربي مركز عالمي لكل الجنسيات لكل الناس موجوده في ايه في دبي. ففيها قوانين وشغل مختلف تماما من ناحيته يعني فيها جزء تجاري وجزء طبي وجزء الكلام ده كله ففي موضوع مختلف. بس انا بشوف سلبيات كتير معموله هناك كتير جدا جدا كتير جدا واسماء عامله نفسها بروباجندا وهم مش بروباجندا هم مهاريين في اهل الامارات نفسهم. الاماراتيين اللي هم نيتيف من الامارات بيعملوش في الامارات. لا بيعملوا في اوروبا وبيعملوا عندنا في مصر وبيجوا طبعا وبيعملوا على فكره مصر كتير قوي يعني النيتيف بتوع الامارات بيعملوش في الامارات نفسها لان الموضوع في جزء تجاري بروباجندا عندهم هم صناع كيف يصنعون بروباجندا حوالين نفسهم. دي بقى على بيروت. بيروت اللي خدت شغلتها من حاجه واحده فقط من التلفزيون بنات حلو. لا هم مش حلوين والله. لا حلوين. لا والله لا حلوين. لا لا لا, 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 لا اختلف معاك تمام. اسمع بس لا خلاف. البنات اللبنانيات يعني صدقني عن تجربه. انا اللي بقول لك برضه عن تجربه يعني. لا بقى احنا لا انا تجربتي اقوى من تجربتك. لا تجربتي انا لا والله تجربتك اقوى من تجربتك والله. طب يا ابني كده. لا ولا بنتكلم كده. لبنان خدتها برضه كنوع من الدعايه ليها. كويس لدرجه انهم عاملين دلوقتي كود ميسره لعمليات التجميل. طبعا كويس. هم واخدين من هم البنات بتاعتهم الشكل والاداء والكلام ده كله فحط في دماغه ان الجمال كله في بيروت. فلما الاقي كل البنات حلوه في منطقه فاكيد الدكتور التجميل اللي بيعمل هناك يبقى ده بنات حلوه صح. فالموضوع ملوش علاقه خالص بالبلد. احنا احسن دكاتره بدليل مفيش دكتور من مصر حته بره الا ما نجح وفشل. نجح ما مش حد راح وفشل. ما فيش. لا وعلى فكره يعني 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 موصلي كان في من 10 سنين اللي كان بيروح مش هم الفيرست كلاس. دلوقتي في العشر سنين اللي فاتوا لا في الفيرست كلاس. الفيرست كلاس بيروح وليه اسم والبدايه حاجه اقصد الفيرست رو اللي هو الصف الامامي اللي هم الناس الاوائل الجامدين. في مؤتمر في المانيا بتاع شرايين تلات ارباع مصريين. ما نح... لا الشرايين ده احنا جامدين قوي في الشرايين. تلات ارباع مصريين. احنا عندنا جمال سامي وعندنا ناس يعني انا بكلمك على حاجات يعني تلات ارباع مصريين. فالموضوع يعني احنا اقوى بكتير من ناس كتير. بس جاست ان احنا نطير ذا اذرز يعني ان احنا نقول للناس ان احنا كويسين ونوري شغلنا للناس اكتر من نوري كلامنا. تنورتنا سعدنا بهذه الزياره سعاده غامره كالعاده ممتع في حوارك كالعاده. بس النهارده عجبني قوي ان انت بقى يعني جيت طرحت موضوع النحو الديناميكي بشكل علمي شديد الوضوح. شرحت قوي للناس يعني ايه النحو الديناميكي. فهمت الناس كونسيبت جديد انك مش هتطلبي شيء معين. القصه مش العيب في ديفو معين ممكن يكون العيب من قدام في البطن ومن ورا في الخلفيه والظهر. لازم ناخد بالنا ان نفسك على كلك. يعني داير ما يدور مش على حته معينه مضايقاكي. داير ما يدور باللغه البسيطه اللي الناس عارفاها من زمان. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور حاتم الصحار كان مبدعا كالعاده. شيء الدكتور نورت يا دكتور. ربنا يخليك يا طيب. وبيروت برضو لا بنات لبنان روعه. نورتنا دكتور حاتم. احنا وانت وبعدين ندي تقييم في الاخر. باشا انا يعني لازم اعزمك هناك. انا لا بص على حاجه صغيره. عزمك المجاري. ماشي. خلاص ما تشوف تبوله. تبوله. خليكم دايما مع دكتور. في برضه بروتوكول احنا بقينا نعمله في الجراحات وكان اختيارنا ان احنا نعمل تكميم معدي. من الميك ستار في جراحات السمنه. انا لو الزمن يرجع بيا هعمل العمليه وباصرار. الوزن اعاقته ان هو يمارس حياته الطبيعيه. كان نموذج نتمنى انه يحتذى به الكثيرين عشان ينقذوا نفسهم من براثن السمنه المفرطه. اتحرك ببطء. وصل لوزن مش قادر ياخد نفسه ومش قادر يتعامل مع الحياه. 50 كيلو شحوم على عضله القلب. مدى رضاء المريض انا بالنسبه لي دي بتمثل 90% من النجاح. انت ملهم لناس عندهم نفس المشكله. انا خرجت
للحياة متقولة. عملية بترجع السن من 10 ل 15 سنة. شيء صعب جدا إن الإنسان يكون منسي. أنا خدت التجربة دي، قلت أنا النهاردة أقدر أعمل العملية، بعد 5 سنين مش هقدر أعمل العملية. رسالة أنا بوجهها للناس اللي سمعنا كلها، ما تشغلش بالك بالتكنيك، شوف النتائج بتاعت الناس ومدى رضاهم، وعلى أساسها خد قرار. صدفة مهمة جدا.